الحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن علاقاتنا مع القطاع الخاص مو هي الأولى أو شيء جديد على حكومة مملكة البحرين. الحمد لله احنا دائما الفرص متاحة للاستثمار واشراك القطاع الخاص في كل برامجنا، والحمد لله عبر السنوات الماضية أثبت القطاع الخاص قوته وسرعته في الاستجابة لجميع المتطلبات واحتياجات المواطنين، خاصة في قطاعات حيوية مثل قطاع الإسكان. طبعا الشركات عندنا 11 شركة عقارية، وطبعا كل شركة عقارية متميزة بمواقعها وأحجام الأراضي أو أحجام العقارات اللي بتطرحها، وكذلك طبعا خلال هذه الفترة بيكون في تقديم عروض مميزة خلال 7 أيام للمعرض، في طبعا عروض متنوعة من تختلف من شركة إلى أخرى، وكلها طبعا حصرية لهذه 7 أيام، وكذلك وجود 8 بنوك التجارية اللي وقعنا معاها بتسهل كذلك الإجراءات للمواطنين في أنهم يحصلون على تمويلاتهم في نفس الوقت تحت سقف واحد. طبعا هذا الامر عاده اذا خليناه في بالامور الطبيعيه عاده ياخذ 3 أسابيع، انه هو الوزاره يشوف طلبه، بعدين يروح البنوك يشوف البنك المناسب، بعدين يروح ينقي العقار المناسب، ولكن ان احنا نجيب كل هذه العناصر في مكان واحد في مكان قريب في مثل مجمع تجاري يكون قريب من المواطنين، موجودين احنا طبعا من الساعه 11 للساعه 9 كل يوم حتى مع نهايه الاسبوع كذلك. وجود هذه العناصر كلها في نفس الوقت ونفس المكان ممكن يسهل على المواطن انه هو يختار العقار اللي يبي، يخلص التمويلات اللي عنده، وان شاء الله يعني يكون اجراءاته سلسه وسهله، يعني ما تتجاوز ان شاء الله خلال ساعات في اليوم نخلص الاجراءات ان شاء الله كلها.